سعادة القلب يا سعادة القلب، مين قال القلب ينساكم؟ الله بركاته. الآن إحنا في زيارة بطل يوم الخميس، زيارة بتاعتنا اليوم مصبحة. نعم للفنان أبو هلال، فنان كبير وفنان من المؤسسين الأغنية التراثية والينباعاوي. زعيم الفن الينباعاوي الأستاذ منصور الأحمدي، الدكتور فصلي الإسكندراني، محدثكم. بسم الله. شيخ مبارك، كيف صحتك؟ أمورك طيب؟ وحشتني يا شيخ الدكتور حسن الإسكندراني والإعلامي رويد، غني عن التعريف، رويد بصفر. الله يعطيك الصحة والعافية. احنا مبادرتنا للمسة وفا بنقدم دائما زياراتنا مع نخبة الإبداع وأخونا رويد بصفر، صاحب مبادرات كثير مع الأحباب. وإن اليوم نبقى نعمل زيارة لكل أحبتنا. مرينا لحبيبك حمد الطوخي تعبان في المستشفى، جاته جلطة، وشام عبد الدايم، عازفين قانون كلهم الاخوان، وبشرك بخير وطيبين وسلموا عليك. يبلغوك السلام. كيفك يا ابو هلال؟ ايش اخبارك؟ ثواني بس اسكر في الطايف وفي الرده في ايامها، وفي شباب يعني يبدوا يجيدوا دق السمسميه، كنا نقعد في الرده ويخبر الدكتور حسن ويمكن ابو هلال ما ادري، فما نعرف احنا في الانبعاوي الا ابو هلال، وما نسمع الا ابو هلال. ابو هلال والجماعه في ينبع قال بقيش، هذول من الناس اللي لهم دور كبير في الاغنيه التراثيه، وخاصه ينبع دورهم في الكسره في الالوان الانبعاويه. حسين واحد من الناس اللي ظهر لنا هذا اللون بفتره، يعني كانت وجيزه في ذاك الوقت انه كان يوثق هذه الاعمال بشكل كبير. مصروف عليه ولا ننساله. كان حسين على فكرة صاحب استوديو الصوتيات، وكان دائما ينتج أعمال وينتج أعمال بعض الفنانين. فحسين إن شاء الله نشوفك في أتم الصحة، تقوم نسمع منك الجديد. محبوبين وكثر، ومن الناس اللي كان حبيب، يعني كان يجي في زيارات وعندي في الاستوديو. وآخر زيارة كنا مع بعض، كنا حنفكر نعمل مشروع مع بعض، لكن ما أراد الله صارت كده أزمة واقف الصحية. يعني نسأل الله العظيم رب العرش الكريم دوره السلامة ويكون بالصحة والعافية. تعال يا منصور، سمينا كده دور عشان تنعنش أبو هلال. تعال سمينا له دور حلو. عاد حبيبي أبو هلال، عاد ولد بلديات وينبعاوي. حبيبي أبو هلال، حبيبي ينبعاوية وطايفية. هذا حبيبي، هذا حبيبي، وهذا صاحب. احنا منبع الفن، أنتم منبع الفن الانبعاوي. صاحب بصمة في الفن الانبعاوي. سمعني يا منصور، زعيم الفن المعاوي في جدة. نعم 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 نعم، أعطينا كده. يا سادة القلب، من قال القلب ينساكم؟ الله. يا سادة القلب، من قال القلب ينساكم؟ قسما بالله عالغيب افتكرنا، قسما وبالله يا ابو هلال عالغيب افتكرناكم، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. الله. طيب يا ابو هلال، ترى هذا من باب التوفيق لك،
نحن نحب بس نغير لك المود ولا مو مكاننا نحن نتغنى، لكن من باب ان احنا نغير لك الجو مو اكثر. حبيبي نسال الله لك ان شاء الله الشفاء يا رب حبيبي ابو هلال. كيف؟ طبعا ابو محتاج ابو هلال يا حبيبي ابو هلال سعدنا جدا بشوفتك واحنا مقصرين معك قد ما نسوي والله مقصرين معك. انت رجل طيب والله انت رجل طيب ورب النعمه صلى الله العظيم رب العرش العظيم اللي يشفيك ولا يوليك مكروه ويردك ان شاء الله يا رب في اقرب وقت بمشيئه الله. الله قادر على كل شيء يا ابو هلال والله الله قادر على كل شيء. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. يلا وما لنا حبيب نشوفك على خير قدامك العافيه وسامحنا بالتقصير حبيبي. شكرا دكتور. ها حبيبي يا حبيبي الله يسعدك. ايش حلا ينصر دينك يا حلو ينصر دينك يا حلو. لا لا انا خلاص غرفه ابو هلال استاذ حسين وهذا مركز التأهيل وهذه البحيرة وهذه وزارة الثقافة اللي يحبوها ما شاء الله في جبل الأزهر وهذا الجمال روعة. الله يعز حضرتنا الرشيدة ويعزنا بعزة ويعزنا بعزة. عادت القلب من قال القلب ينسى قسما وبالله يا ابو هلال عالغيب افتكرناك.